السلام عليكم، عيد مبارك سعيد، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة يا ربي. واش ما تمنيتو اليوم؟ بغيت نشارك معكم صابلي كيجي زوين، لا في المذاق وراقي في الشكل ديالو. غادي نبداو بالعجين الاول. نزيدو الدقيق شوي بشوي مع ديك الخمارة، صافي حتى كتجمع لينا العجينة. راه العجينة كتكون رطبة وما كتلصقش، عجينة صابلي راه كلشي عارفها، كلشي عارفها زعما كيف كتكون. غادي نديروها في سلوفان وندخلها للتلاجة باش ترتاح.
الكراميل وبغيت نشاركه معكم حتى هو كيجي زوين ديروه بلا سنيس الكراميل. غادي نحتاجو فيه كاس سكر سنيده وكاس الماء دافي و20 مربى شوكولات ابيض. انا درت كميه كثيره، ممكن ديروا غير نص ديال السكر سنيده مع نص كاس الماء دافي و10 مربى شوكولات ابيض. غادي ناخذ مقله او كسرونه، غادي ندير فيها سنيده على نار مهيله باش ما تحرق ليناش السكر ويجينا الكراميل فيه المروره. ومنين نشوفوا سنيده بدات كتذوب غادي نحركوها حتى كتذوب لينا مزيان، عاد كنزيدوا كاس الماء دافي ونبداو نحركو مزيان. واخا يتحجر لكم ما تخافوش، غادي يطلق غير بقاو مستمرين في التحريك حتى كيطلق، عاد كنزيدوه الشوكولات ونعاودو نحركوه مزيان حتى كيطبخ. ما نتسناوش حتى كيعقد هو فوق البوطه، غير نشوفوه بدا كيطبخ صافي ونطفيو عليه وغير خليوه راه كيزيد يعقد اكثر، كيزيد يعقد لينا اكثر من هكا. وتقدروا تزينوا به لا كلاص الكيكه صابلي كيجي زوين، ديروه بلاصه نيسلي كراميلي الا ما عندكمش.